السلام عليكم، ازاي حضراتكم؟ سوري معلش بقى، ال شايفيني كده ولا ايه النظام؟ ولا مش عارف. شايفيني كده؟ هنبتدي بقى النهارده بإذن الله هنتكلم على البيل، يعني ال الكيميكال بيل. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بروسيدير مهم جدا، أغلبنا بنستخدمه في العيادات، والحقيقة الكيميكال بيل ده من حوالي 20 سنة طلعة قوية جدا 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 جدا، كسرت الدنيا. وبعد كده دخل في بلاتو فيز، ومع دخول بقى الفراكشنيتد ليزر، تمام، بدأ الكيرف بتاع الكيميكال بيل يقل تدريجيا. ممكن تسمع في الهاند فري أزرق، الكيرف بتاع الكيميكال بيل ده يقل، بس يقل تدريجيا لحد تقريبا ما بقى مور اور ليس بيتعمل كيميكال بيل. بعد كده بدأ يخش الكيتس، الكوميرشال كيتس الجديدة بدأت تخش تاني في الصورة من حوالي 5 أو 6 سنين، فبدأت تعلي تاني سواء من البوتنس بتاعتها في الدعاية أو بنورك يا زينب ربنا يكرمك، من البوتنس بتاعتها في الدعاية أو من السيفتي بتاعتها. انت عارف كوميرشال كيتس سيف قوي 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 عن ال او نسبيا سيف عن الحاجات التانية. فاللي حصل ان بدأت بنقول للدكتور راشد، بدأت الدنيا تشتغل تاني في الكيميكال بيل. الصوت من الهاند فري يا جماعة، رجاء اسمعوني من الهاند فري اظرف. فبدأت الدنيا تخش تاني، اسمعوني من الهاند فري، اللي داخل عرفوه يعني. فبدأت الدنيا تخش تاني في الكيميكال بيل، يسخن تاني والموضوع يشد تاني، ونحتاج نقوله تاني، ونحتاج نعرف بيه الناس تاني، ونحتاج كمان نشتغله تاني. وتعالوا بقى يلا نبدأ نتكلم عن موضوعنا. انتوا عارفين اول ناس اتكلمت على البيل دول مين؟ الفراعنة، البرديات كلها والحيطان بتاعت الحاجات بتاعتهم والمعابد بتاعتهم كلها عليها رسومات لناس بتستخدم قشر الفاكهة في كحت الجلد وتنظيفه. بتلاقي النتيجة بصراحة يعني بيعملوا وجايبين لك بقى، وجايبين مثلا صور بقى ان قد ايه ان هم بيتحسنوا لما بيستخدموا الحاجات دي. فكان اول ناس بدأوا يتكلموا عن احماض الفاكهة والكلام ده كانوا قدماء المصريين. بعد كده في القرن 19 بدأوا يتكلم علماء ألمان، خصوصا عالم اسمه أونا، ده عالم ألماني، بدأ يتكلم عن الريزورسينول والساليسيليك أسيد تحديدا. بعد كده في فترة بدأ يتكلم عن التي سي اي والفينول واستخدامهم في علاج الكيميكال بيل. في واحد اسمه ماكاي، ده برضو من أشهر الناس اللي كانت بدأت تستخدم في الستينات، بتستخدم الكيميكال بيل في علاج الأكني سكار. البيكر وجوردون عملوا تركيبة سنة 66 أو 67 في علاج الأكني والأكني سكار بالتقشير، تمام. وبدأ الموضوع جه الأخ ماكس جاسنر عمل التركيبة بتاعته، وبعد كده عمل لها موديفيكيشن كمان بعدها بفترة. فده الهيستوري أو التاريخ بتاع الكيميكال بيل يمتد للعصور زي ما انتم شايفين. ودي مالكم؟ طيب نعمل ايه وازاي وامتى اختار الكيميكال بيل وامتى اعمله وامتى ما اعملوش؟ ده بقى موضوعنا النهارده. الحقيقه مبدئيا كده عشان اتخيل البيل ده بيعمل ايه، بيعمل تقشير للجلد، اكسفوليشن. طيب الاكسفوليشن ده، شكرا يا دكتور غالي،
الاكسفوليشن ده اكوردنج للليفل بتاع السكن افكشن، تمام. انا بقدر اقسم الليفل، اقدر اقسم البيل بتاعي. يعني ايه؟ يعني في حاجات هتقشر لي الابيدرمس، مش بس كده، في حاجات هتقشر السوبرفيشال لاير بتاعت الابيدرمس، في حاجات هتقشر الابيدرمس كله، في حاجات هتقشر الميد ديرمس، في حاجات هتوصل للديب ديرمس. فاكوردنج للباثولوجيكال افكت ده انا بقسم البيل بتاعي. يعني ايه يا سيدي؟ يعني عندي حاجه اسمها مثلا الفيري لايت بيل. الفيري لايت بيل او فيري سوبرفيشال بيل ده حاجه بتاخد الستراتم كورنيوم بس. اي سكراب بيتعمل ده سوبرفيشال بيل، توبيك ريتينويد ده سوبرفيشال بيل، واخدين بالكم معايا؟ الالفا هيدروكسي اسيد، الحاجات بتاعت الاكني دي كلها سوبرفيشال بيل، اللي هي بس الحاجات ايه، نور بتدي نضاره يعني، تشيل ستراتم كورنيوم اللي هي المفروض اصلا الناس تعملها باستمرار. بعد كده في حاجه اسمها سوبرفيشال بيل. السوبرفيشال بيل ده سعادتك بياخد كل الايه، كل الابيدرمس، يعني بياخد الفول لايرز بتاعت الابيدرمس او الاربع لاير بتاعت الابيدرمس، تمام. بعد كده بيبقى عندي حاجه اسمها ميديوم ديبس بيل، ده بياخد لحد الميد ديرمس. بعد كده الديب بيل ده اللي بياخد لحد الايه، كل ايه الديرمس. طيب جميل قوي. اختيار البيل واختيار نوعه، يعني اختيار البيلر واختيار نوع البيل بيتحدد على عوامل عديده قوي. يعني انا هقرر النهارده المريض ده انا هستخدم معاه تي سي اي ولا هستخدم معاه جلايكوليك، وهعمل بدا وبدا سوبرفيشال او ميديوم او ديب ديبس بيل امتى وليه وازاي. طيب ايه هي العوامل التي تؤثر؟ عوامل على البيل نفسه، على التايب بتاع السكين نفسه، تمام، وعوامل على البيلر اللي انت بتستخدمه، تمام. في عوامل تتوقف على الكاركترستيك بتاعت السكين، وعوامل بتتوافق مع الايه، مع البيلر اللي انت بتستخدمه. يعني ايه الكاركترستيك بتاع السكين؟ اول حاجه السكنس والدنستي بتاعت الفوليكلز، بتاعت السكنس بتاعت الابيدرمس والدنستي بتاعت الفوليكل. يعني العيان سيادتك اللي عامل ايزوتروتيناين قبل كده لازم تاخده بعين الاعتبار، تمام، والحرص في استخدام التوبيكال اللي في استخدام البيلر بتاعك. يعني مش معقول واحد كان لسه مخلص كورس ايزوتروتيناين، عارفين بعد كورس ايزوتروتيناين شويه سكن، شويه فوت سنسيتيفيتي اند سو اون، فبناخد بالنا، بناخد بعين الاعتبار ان المريض ده مثلا مستحيل يقوم جاي داخل فقعه ميديوم ديب سبيل، يعني يبقى الكلام ضرب من ضروب الجنون، تمام. مستحيل يكون المريض ده عنده مشكله في الادينكسيا ويقوم داخل فقعه ميديوم ديب سبيل، يبقى ده برضه ضربه من ضروب الجنون. مستحيل يكون مريض عنده فوت سنسيتيف ديس اوردر، تمام، وقوم داخل فقعه ميديوم ديب سبيل، خلاص. طيب الفوتو تايب، انتوا عارفين سكين فوتو تايب، عندنا 6 سكين فوتو تايب اللي هم ايه، اللي هو 1 2 3 4 5 6. اول واحد ده عيان، وخد بالك العفو يا دكتور، ال الفيتش باتريك كلاسيفيكيشن ده بتاع السكين تايب، تمام، عمرك ما تحكم على السكين تايب بالاكزامينشن بس، عمرك ما تحكم على السكين تايب بالاكزامينشن بس، لازم تدردش معايا، لازم تاخد كلمتين كده منه عشان تحكم 100% على الايه، على الاكزامينشن بتاعك. يعني ايه؟ لان انت لما تيجي تشوف هتلاقي اول سكين تايب، اول 4 وايت، متخيل؟ يعني اول 4 سكين تايب دول وايت. فلك ان تتخيل سعادتك بقى ان انت لو انت مش بتدردش معاه هتغلط غلطات كبيره جدا. يعني اول واحد ده وايت سكين تايب وده اولويز بيرن نيفر تان، تاني واحد كده يوجوالي بيرنز يعني ليس تانز اون افريج، تالت واحد ده سام تايمز مايل بيرن تان افري تايم، رابع حاجه هو كل دول وايت، تمام، بيرن ريرلي، تمام، تان مور ذان افريج، واخدين بالكم؟ يعني دول الاربعه دول وايت. طب انا هتكلم هعرف منين؟ ما انت هتتكلموا، تعرض للشمس، لما تمشي في الشمس ايه اللي بيحصل؟ عاده بتسمر ولا عاده بتحمر؟ طب لما بتسمر بيقعد قد ايه السمار معاك؟ طب لما تحمر بتقشر ولا لا؟ وهكذا. يعني خامس وسادس واحد هم البراون والبلاك بس، هم دول اللي اقدر احكم عليهم بالكلينيكال، لكن لازم ايه، ادردش مع العيان. يبقى قلنا الثيكنس بتاع الابيدرمز والدنستي بتاعت الفوليكل، واتكلمنا كمان في الفوت سنسيتيفيتي، السكين تايب، الانتجريتي بتاعت الدرمو بتاعت الابيدرمال بارير. شكرا يا دكتور عمري. ما تعملش كيميكال بيل لعيان اتوبيك او عيان عنده ديس اوردر في البارير، هيعمل لك مشكله. يعني ما تجيش وزش تعمل لها كيميكال بيل، ما تجيش اتوبيك تعمل له كيميكال بيل، ما تجيش عيان
عنده اكسيوز استعمل له كيميكال بيل. اسمعي من السماعه يا مي، اتوبي تعمل له كيميكال بيل، واخد بالك؟ واخد بالك مهم قوي التكه دي عشان ما تزعلش انت يعني، وتجيب ناس تزعل يعني زي ما بيقولوا، فاهم؟ فتاخد بالك من موضوع كمان العينين اللي عندهم حاجات فيها كوبنرايزيشن، يعني الالوبيش سوري الفيتالاجو السورايسز، بلاش برضه يعني، بلاش تعمل كيميكال بيل معاهم. ناخد بالنا هو متحضر ولا لا، ناخد بالنا من الاورا ايز زي ما اتفقنا. طيب يبقى دي الحاجات اللي هي ليها علاقه بالمريض او بالجلد بتاعه نفسه، تمام؟ طب هي ايه الحاجات بقى اللي بتحدد نوع البيل او التايب بتاع البيل في البيلر نفسه؟ الكونسنتريشن بتاعته، يعني اكيد مثلا في تي سي اي 10 مزار 5 مزار 5 مزار 20، الديوريشن بتاع البيل بتاعك، وعدد الكوتس اللي حضرتك بتعملها على وش المريض. كمان حاجه مهمه، الـ بعض بس مش في كله، يعني مثلا الجلايكوليك اسيد طول ما انت سايبه ما عملتوش بافر ده شغال، تمام؟ على عكس التي سي اي، وانس انت شلت ايدك من على المريض خلاص. كمان البريشر بتاعك، بس ده عاده مع تي سي اي اكتر، يعني البريشر بتاعك في الضغطه بتاعتك وانت بتعمل البيل، بس ده عاده يمشي مع الايه؟ مع تي سي اي اكتر من اي حاجه تانيه، واخدين بالكم؟ احنا قلنا عندي سوبرفيشال بيل والميديم دبس بيل، وعندي فيري لايت وسوبرفيشال والميديم دبس والدي بيل. هتكلم على كل واحد لوحده وبعد كده هتكلم على البيلر، تمام؟ طيب السوبرفيشال بيل، السوبرفيشال بيل ده هي ايه حضرتك الانديكيشن بتاعت السوبرفيشال بيل عاده؟ يعني انت بتعمل سوبرفيشال بيل ليه؟ هي السوبرفيشال بيل الانديكيشن بتاعته مينلي كلها ريجوفينيشن، يعني لا تتوقع ان انت تعمل سوبرفيشال بيل لعيان اكني سكار وتقول لي انت بتعمل حاجه، ده يبقى كلام في الهجايز يعني، تمام؟ يعني دايما السوبرفيشال بيل ده فريكلينج، تمام؟ يعني مع الاكني بتعمل له ريجوفينيشن كل شهرين ثلاثه، مره الواحده بتعمل لها ريجوفينيشن بالسوبرفيشال بيل. انت حضرتك بتتكلم انك اخرك الاستراتم زي الاول، يعني البيزل سيل لاير، فانت لا تتوقع يعني ان انت حتى ممكن تعمل اندكشن للكولاجين بصوره كويسه قوي. انت كل اللي هتعمله يعني شويه تلانجكتازيا ممكن تشيلها، فاين لاينز خفيفه ممكن مع الفريكلينج، ممكن مع ريجوفينيشن، ممكن مع ادجوفنت من الحاجات التانيه، ده اللي بتعمل بيه السوبرفيشال بيل. طب سيادتك السوبرفيشال بيل ده بتعمله بايه؟ ايه هما الايجنتس اللي تعمل لك سوبرفيشال بيل؟ رقم واحد الجلايكوليك 30، تمام؟ والجلايكوليك 50 لو هتسيبه اقل من 5 دقائق ل 10 دقائق، يعني هتسيبه من 5 ل 10 دقائق. السلاسلك 20 والسلاسلك 30، بس ال 20 ضعيف، ال 20 بيعمل فيري لايت بس، فانت عشان تعمل سوبرفيشال تجيب البيزكس لاير عايز على الاقل سلاسلك 30. الجسنر والموديفايد جسنر، تمام؟ اللاكتيك اسيد والفاتيك اسيد الى حد ما برضه. اذا لو انا عندي في العياده عايز اعمل سوبرفيشال بيل، بحصل نفسي بين ايه؟ الجسنر والسلاسلك 30 والجلايكوليك يعني 50، بس اسيبه 10 دقايق، ما اسيبوش اكتر من كده، تمام؟ دي الحاجات اللي هتعمل لي ايه؟ سوبرفيشال بيل، تمام؟ طيب ايه كمان ممكن يعمل لي سوبرفيشال بيل؟ عارفين ريتينويك اسيد بيل؟ ريتينويك اسيد بيل ده بيعمل يعني بيبقى من 1 ل 10% ريتينويك اسيد حسب يعني، وبيعمل برضه حاجه اسمها سوبرفيشال بيل. اغلب الكيتس الكوميرشال اللي في السوق باساميها المختلفه انا ما اعرفش، مش عايز اقول اسامي يعني، تمام؟ بيعملوا سوبرفيشال بيل يعني عشان السيفتي، يعني مع الاحترام هو ما يضحكش عليا ويقول لي مثلا انه هيجي بالفا هيدروكسي اسيد يعني جلايكوليك اسيد 70% يعمل لي ميديم ديبس بيل، يعني عيب قوي يعني، ازاي يعني يقول لي مثلا ده جميل في الاكني سكار؟ ماشي جميل من ناحيه ان هو كادجوفنت يعني كسوبرفيشال بيل وادجوفنت مع حاجات ماشي، لكن ما يجيش هو يقول لي انا هعمل لك بكوميرشال كيت هعمل لك اكني سكار، يبقى عيب قوي. عايز اعمل لك ميلازما بالاكني سكار، يبقى عيب قوي برضه، تمام؟ عايز تكلمني ان انت هتعمل بالكوميرشال كيت دي حاجه، انت اخرك بتعمل السوبرفيشال بيل. ف بي اي اتش اتس اوكي، فريكلينج ماشي، كادجوفنت في الاكني سكار ماشي، ريجوفينيشن ماشي،
يعني الشكاوي بقى اللي انتوا عارفينها، توحيد اللون والكلام اللي يعني اللي انتوا بقى لكم فيه ده، تمام. يعني هو كل الكلام ده ممكن تعمله بكميات شركات. اكتر حاجه ممكن تستخدم فيها كميات شركات دي الدلع. يعني ايه؟ يعني واحده بتكلمك في ريجوفينيشن، واحده بتكلمك في توحيد لون البشره، واحده بتكلمك الخط بتاع الحجاب. يعني فده الى حد ما، ولو اني انا لا افضل برضه يعني بتستخدمه. اكني في الباك ماشي تمام، بي اي اتش في الباك مش عارف توصل له ماشي تمام، سنسيتيف اريا على استحياء ماشي تمام، كل ده بالكوميرشال كده. لكن حقيقي ما يجيش يقول لي في حاجه ميديكال، ما يجيش يقول لي انا عاجي اكني سكار بالحاجات بتاع الكوميرشال كده، لا يستحيل يعني. يستحيل يعني. تمام، الله لو غنى جنبي يعني. فده ده كلام ما فيهوش هزار يعني. حلو. عاده السوبرفيشال بيل بالحاجات اللي قلناها تقول للمريض بتاعك ما تقلقش انت، والله القصه كلها مساله من 3 ل 5 ايام هتقشر فيهم وهترجع حياتك وشغلك عادي خالص، ما فيش مشكله. بعد حدود 5 ايام الامور ما فيش فيها ادنى مشكله. احنا هنشرح كل حاجه بتفصيل تاني يعني مع كل واحد، بس انا بوصل لك بس القصه الاولانيه. طيب الميديوم ديبس بيل، الميديوم ديبس بيل الوضع مختلف. انا واخد واحد بنزل لحد الميد ديرمز تمام، اذا هنزل لحد الميد ديرمز يبقى الانديكيشن بتاعتي هتبتدي تختلف شويه. هبتدي افكر في الاكني سكار، هبتدي افكر في الدي برينكلز، هبتدي افكر في الميلازما مور اور ليس، بس طبعا ميلازما يعني ما انصحش حد الكيميكال بيل يستخدم ميلازما. ابتدي افكر في الاكتينيك كراتوزس والسيبوريك كراتوزس. ابتدي افكر يعني انت عارفين دايما تلاقي مثلا عيان بتاع الدرماتوس بابيلوزا نيجرا ده يعني مالتيبل سيبوريك كراتوز وصغننه وموجوده تحت العين، الناس ساعات تعملها بقى بالايربيا، بنعملها بقى في سي او 2 وات ايفر، تعملها راديو فريكونسي، بس من الحاجات برضو اللطيفه ان انت ممكن تعملها ميديم ديبس بيل، بس العين غالبا بيبقى دارك سكين تايب، فده مش هيبقى حاجه كويسه. حبيبي يا بروف والله وحشني والله يا دكتور ابراهيم، ربنا يحفظك يا رب. البري كانسر سكين ليجن كلها ممكن نعملها بال ممكن نتصرف فيها بالميديوم ديبس بيل. الزانسيلازما دايما اللي بتيجي في الميديال كانسر ممكن نستخدم فيها، واللول ايلاد ممكن اعمل لها ميديوم ديبس بيل. كل الحاجات الباثولوجي بتاعتها هتبقى ديرمز او نير ميد ديرمز، ممكن افكر في الميديوم ديبس بيل. ولو ان كل ما هنزل في الدبس كل ما طبيعي جدا 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 الكومبليكيشن والريسك هيزيد، عشان بس نبقى ايه في الصوره. اذا هو الميديوم ديبس بيل هو حاجه فعلا هتجيب نتيجه، حاجه هبتدي الانديكيشن بتاعتي ونظرتي حتى تبتدي تتغير. لا ده انا هبتدي ادور على الكورس رينكل، هبتدي ادور في البري كانسر سكان ليجن، ابتدي ادور في السيكوريك والسولا كراتوزس، ابتدي ممكن اعمل اكني سكار، اخيرا ابتدي اشوف حاجه بقى تجيب نتيجه من البين مع الاكني سكار. فده هبتدي الموضوع يزيد عني. بس خد بالك الداون تايم هنا هيزيد زي ما زاد البنفيتس، الريسك والداون تايم هيزيد. يعني العيان بتاعك ده بيعمل لي ثيك بلاك قشر، هتبتدي تقشر بعد 5 ايام، ممكن تقعد لحد 10 ايام على ما يقشر، هيقعد 10 ايام في بيته، مش هستخدمه الدارك سكين تايب، هحضر كويس قوي 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 العيان، يبقى في محاذير بقى عندي. ربنا يحفظك يا دكتور ريهام. هيبقى في محاذير عندي بقى مهمه. طيب ايه البيلرز؟ ما هما البيلرز اللي ممكن نستخدمهم؟ ايه هما البيلرز اللي يخشوا في القصه دي؟ تمام؟ رقم واحد ممكن حضرتك تسمعي في الهاند فري. رقم واحد التي سي اي. شوف التي سي اي ممكن يعمل سوبرفيشال بيل بس تركيزات ما تحت ال 25، يعني 25 وانت نازل. ما بعد ال 25 بتقدر تخش هنا بقى في الميديوم ديبس بيل، يعني ال 30 وال 35 دول بيعملوك ميديوم ديبس بيل. ال 10 وال 25 دول عاده بيعملوا سوبرفيشال بيل، ومحدش يقنعني حتى لو عملت جيسنر او جلايكوليك قبل التي سي اي في تركيز اقل من 25 انك هتوصل لميديوم ديبس بيل مطلقا مطلقا. هيبقى كله في اطار السوبرفيشال بيل تمام. يعني لذلك انا بقول لك انت لما تيجي تعمل سوبرفيشال بيل ليه تعمله بالتي سي اي؟ يعني ما تعمل حاجات ثانيه، يعني ما هي دي برضه سوبرفيشال بيل. انا مش لازم اعمل تي سي اي 10 او 15 او 25، يعني ما هو كل ده هيعمل لي سوبرفيشال بيل في الاخر خلاص. فاذا يبقى خليني في الالفا هيدروكسي اسيد والكلام ده. تي سي اي ده عينه بتاعك، هو ده بقى ابو تريكه في الميديوم ديبس بيل، هو ده اللي يجيب لك الشغل كله. تركيزات ما يعني انا ما بشتغلش اقل من 30 يعني، بس في الميديوم ديبس بيل
تمام. ما دون ذلك السوبرفيشال بي كله ممكن اشتغل جلايكوليك او ساليسيليك او جاستنر او وات ايفر خلاص، او ممكن اعمل تي سي اي مع الديرما بان مثلا. واخد بال حضرتك؟ تحت امرك يا دكتور امان. طيب ممكن الجلايكوليك اسيد يعمل ميديم نسبه بي ثيوريتيكلي، يقول لك والله الجلايكوليك اسيد سيبه نص ساعه على المريض، يعني انا استخدم جلايكوليك اسيد 70 دقيقه اسيبه عمال يحرق ويلسع فيه ويبهدل فيه لمده نص ساعه على ما افتكر بعد كده ان انا اشيله. كلام مش يعني كلام مش مقنع ابدا يعني. وحتى يعني باثولوجيكالي بقى يعني انت مش هتوصل برضو الميديم ديبس مع الجلايكوليك تمام. فاذا هيبقى اخرج برضو في الجلايكوليك السوبرفيشال بي. فاذا انا بدل ما احط 70% وافضل سايبه على المريض نص ساعه ولا ساعه الا ربع، طب ما نعمل يا عم تي سي، ما نعمل جيسنر وبعدين يعني مثلا اعمل جيسنر وبعد كده تي سي اي 35 او 30، اعمل جلايكوليك 2 3 باس بعد كده اعمل تي سي اي مثلا 30، اعمل ساليسيليك 30 بعد كده اعمل مثلا تي سي اي 25 او 30 تمام. فدي حاجات هتعمل لي الميديم ديب سبيل. الديب بيل بقى الانديكيشن بتاعته حاليا بقت كونسايز ده قوي، يعني الانديكيشن بتاعت الديب بيل بقت واقفه حتى للريمننت بتاعت الفيتيليجو تمام، لان عارفين الفينول اللي هو ال 88% عشان اللي بيعمل لي ديب بيل ده بيحتاج في حاجه اسمها فينول تمام، نوع من انواع الاسيدز ده حضرتك بيعمل لي ديب بيل يعني اللي هو بينزل للريتيكولار ديرمز. طب عشان انزل للريتيكولار ديرمز يعني فرصه سكارنج هتعلى وفرص والريكفري او الداون تايم هيزيد، ممكن يعني اقعد اسبوعين ثلاثه في البيت. والحقيقه طب وعلى ايه يعني انا على ايه اصلا اغامر المغامرات دي في عيان بيعمل حاجه تجميليه؟ فبقى الحقيقه الدي بيل دايما دلوقتي للريمنت بتاع الفيتيليجو، يعني الدي بيل الفينول بقى كونسايز قوي ان هو يبقى لوكالايزد، خصوصا كمان الفينول ليه مشاكل كتيره قوي ابرزها السوبرا فينتريكولار تاكي كارديا اللي هي هوب ممكن تخلص على عيان في ثانيه تمام. فدايما يتعمل عشان في عنايه ويبقى في مونيتور ويبقى في حد بتاع عنايه معاك لو عايز تعمله فول فيس يعني فينول فول فيس. فعاده دلوقتي لو جينا حبينا نستخدم الفينول يبقى بس على قد الايه؟ على قد الريمننت بتاعت الفيتيليجو اللي موجوده، ما استخدموش اكتر من كده عشان زي ما حضراتكم عارفين ما اخشش في المشاكل الكبيره اللي انا مش هقدر عليها يعني تمام. يعني راجل بتاع جلديه انا لازم اعمل دي بي يعني واجيب عيان بتاع واجيب الراجل بتاع العنايه معايا وموال، طب ليه مش 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 بتاعتي يعني تمام. طيب نلم الانديكيشن مع بعض تاني كده بتاعت البيل. السوبرفيشال بيل قلنا دايما الاكني المايلد سكروميا بي اي اتش على مقاسهم كده الدلع بقى ريجوفينيشن، واحدة عايزة تعمل ريجوفينيشن وما أكثرهم بيجيلكوا في السناتر وفي العيادات، واحدة عايزة تعمل ريجوفينيشن وتتدلع خلاص عندك السوبرفيشال بيل والكوميرشال كيتس عيش معاه. بس أنا الكوميرشال كيتس محدش يشتغلني، أنا بعملها بمزاجي لكن محدش يشتغلني، محدش يجي يقول لي أكني سكار أنا بعمل بيه كوميرشال كيتس، معرفكش يعني معرفكش. وأحيانا أقول رأيي في الكوميرشال كيتس دلوقتي بس وده رأيي يعني خاص بيا، ما لا بلزم بيه حد ولا 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 اصلا يعني ينفع احجر على رأي حد تمام. فبس هو حاجه راجعاني انا شخصيا يعني. الميديم ديبس بيل خش بقى ابتدي خش على التكتشر تشينجز، ابتدي تخش بقى على الاكني سكار مش كلها يعني سوبرفيشال منها، ابتدي خش بقى على الايه البري كانسر سكين ليجن المالتيبل كيراتوزيس السولار لينتيجو، يعني دي بقى الحاجات بتاعت الميديم ديبس بيل بقى تمام. السوبرفيشال بي سي سي الميلازما مور اور ليس السبوتي هايبر بيجمنتيشن الديب رينكلز، يعني دي بقى في الايه الدي بي. بص انا عايز كل حد منكم كده وانا بتفرج عليا يقول لي من وجهه من نظره امتى ما عملش كيميكال بي، يعني مع بعض كده انت شايف ان امتى ما عملش كيميكال بيل، ايه بالنسبه لك الابسوليوت مع الكيميكال بيل ابسوليوت كونترا انديكيشن؟ الكلام مش واصل ولا ايه؟
ماشي، بس دي ممكن تعملها سوبرفيشال بيل مش كده؟ يعني لو حضرتيها كويس تعملها سوبرفيشال بيل الدنيا تمشي برضه. اوكي، هما اكتر حاجه عايزه كونسيرن هما السوبرفيشال بيل، بس احنا بنقول ان دول شغال، يعني احنا ممكن ايه هنحضرها كويس ونعملها سوبرفيشال بيل فممكن الدنيا تمشي. جميل، هيستوري الكليه ده مرعب ما شاء الله، يعني هو فعلا من الحاجات المهمه جدا. هيستوري الكليه دي حاجه مرعبه، يعني هي مش متخيل انها هي اصلا مرعوبه من الجايه تعمل حاجه كوزماتكس بالظبط. يعني انا اتوبك برضو يعني اكيد عندها ابسولوت، دي ابسولوت يعني. اصل هو ثيوريتيكالي مثلا جلايكوليك اسيد مش هعمل حاجه مع بريجنس ماشي مثلا يعني خلاص، فبس انا يعني عمري ما هعمل واحده بريجنانت، ما حبتش يعني اعمل لها كيميكال بيل. تمام، الله يفتح عليك. انا عايز بقى ايه حضرتك اللي انت قلتيه ده لاكتك بتركيز قد ايه يا دكتوره سهام؟ وبعدين لاكتك ده مش مويسترايزر، ده حاجه اسمها كراتوليتك، او نقول عليه بنقول عليه اللي هم التايب 2 من الايموليانس اللي هم الهيوماكتنت، يعني بتجيب ميه من البيزل سيل اللي فوق، فما تقدريش تقولي يعني عامل زي اللي هو البروبيلين جلايكول والحاجات دي، يعني ما هواش ايموليانت يعني. تمام، وبمعنى اصح يعني مش حاجه كويسه قوي ان استخدمه في كريتوس بايلاريز، يعني مش حلو ان انا استخدم في الاتوبي لاكتيك اسيد يعني، فاهم ازاي؟ وبعدين اللاكتيك اسيد هيبقى قد ايه؟ ده بيبقى تركيز لا يذكر. تمام، العيانين اللي عندهم كريتوس بايلاريز في الاتوبيك ديرماتايتس، فمفيش حد يعمل الاتوبي قولا واحدا، يعني مش عايزه انفصال ولا نقاش ان حد يعمل الاتوبيك ديرماتايتس او الروزيشيا او اي واحد من بتوع السكين بارير دول اعمل له بيل، ده انا بقى عندي حاجه في دماغي. تمام، اللي عايز اقول لكم عليه بقى، الدكتوره امل اعتقد قالت حاجه مهمه جدا، العينه اللي مش متوقعه نتيجه دي، يا ساتر يا رب. انا بالنسبه لي شوف مفيش كتاب بيل، يعني حتى في كتاب كده منزله 2017 لطيف جدا، يعني مش حاطط ابسولوت كونتر انديكيشن. وهو الحقيقه لما تيجي تدور هتلاقي حتى ايفن الايزوتريتيناين دلوقتي ما عادش ابسولوت كونتر انديكيشن، لان انا عمري ما اعمله طبعا اثناء البيل او اي مانوفر في ريسيرفسنج، بس ما عادش موجود حتى ما عادش في كلمه اسمها ابسولوت كونتر انديكيشن. كل الناس بتلعب في الريلاتيف كونتر انديكيشن، يعني انها كلها ريلاتيف كونتر. يعني هنقولها دلوقتي هنستعرضها مع بعض، بس حقيقي انا عايز اقول لك حاجه، نصيحه لوجه الله بجد بجد، نصيحه لوجه الله، الانريالستيك اكسبكتيشن ده مرعب. انت عينه البيل هتيجي تعمل بيل بقد ايه؟ بكام مثلا؟ يعني هتدفع لك 1000 جنيه مثلا؟ 2000 جنيه يعني؟ هل 2000 جنيه اللي انت لو هم دول هيخشوا لك في جيبك، يعني هل انت شايف دول ان هم يسوا تعب قلب ومرمطه كذا شهر مثلا مع المريض؟ تمام؟ او انك تدخل نفسك في حاجه انت مش قدها، او ان انت يبقى ليها تبعات تضطر تعمل لها حاجات بقى عشان ترضيها تانية. تمام، هل تتخيل مثلا انك كمان تيجي تدبس نفسك في كيميكال بيل لميلازما والعين تخرج منك عشان انت شفت ورك شوب في مؤتمر او وات ايفر بيعملوا مثلا بكوميرشال كات لكيميكال بيل لميلازما، هي عينه اللي هتجيب نتيجه هتعمل سبوتي هايبر بيجمنتيشن. هو انت بتشوف في الورك شوب او البتاع النتيجه بعد كده؟ النتيجه اللي بتشوفها ايميديت حاجه وحيده هي الفيلر يعني، ونشوف نتيجه مثلا من 30 ل 50%. تمام، لكن ما بتشوفش اي حاجه تانية من اللي ما بتشوفش. فانت يعني بتروح تجري تعمل الكوميرشال كيت لعينه ميلازما، اصل سمعت من صاحبتي انها بتتحسن مع الكذا، اصل سمعت من خالي انه بيتحسن مع الكذا، شفت في البتاع انه انت ما شفتش ولا حاجه، وكله كلام في الفاضي بصراحه. ف يعني فكره ان اعمل لميلازما كيميكال بيل، انا ما شفتش، انا ما اتنصفتش مع ميلازما كيميكال بيل خالص، وما اعتقدش ان حد يعني فعلا بيشتغل بجد اتنصف معاه. تمام، فالمشكله اللي انا بقول لكم عليها انك unrealistic expectation ده، ما تدخلش نفسك في سكه فعلا انت مش قدها يعني، لا الله الغني يعني. تمام، طب يعني العيان دي سيبها، ما عندهاش مرض يعني مزمن الحقيقه يعني، ما سيبها، طب اديها يا عم كليجمان فورمولا وخلاص. يعني العيان اللي هي انت حاسس انها unrealistic ومفكره نفسها هتخرج حاجه او الوضع كذا او موليه او وات ايفر، لا طبعا ما تعملش اي حاجه، يعني ما تعملش اي مانوفر. احنا كده نقفل؟ لا مش هنقفل، في ناس مثقفه وفي ناس واعيه وبتقول لها لا كنت بيل ايه يا دكتوره محمود، في ناس واعيه ومثقفه بتقدر تتكلم معاها
وتقدر تشرح لهم الفكره انك النتائج اللي هتقدر تحصل عليها قد ايه، وايه المتوقع من المانوفر اللي بتعمله، تمام، وايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل، ممكن نسيطر عليه، تمام. فده مهم جدا بشكل عام. الدارك سكين تايب طبعا يفضل بلاش، ايفن حتى يعني اللي هم اربعه وخمسه دول، خمسه وسته دول ما فيش خالص، اربعه ده يا ريت بلاش برضو، حتى السوبرفيشال بيل يعني، تمام. ها يعني الهيستوري بقى ريكرنت هيربس او تدي اسايكلوفير، عندها مثلا اميون ديبليتيتنج ديزيز، عند مريضه عندها فوت سنسيتيف ديس اوردر، كيلويد فورميشن مع البتاع، فيتيليجو او سورايسز، الاتش اي في بيشنت، اميون سبريشن زي بتوع الاهلر دانيوز، ده مش معقول ان انت يعني، او بتاع الاكتوديرمال ديسبليزيا، اكيد دول مش هتعمل لهم يعني، مش هتعمل لهم بتاع الايزوتريتيناين، عيانين من اللي عندهم اوت دور يعني، مش هتقدر تقعد في البيت مهما اقنعتك، وهتنزل مثلا بتسرح بحاجه او بتاع او ديفر او بيسرح بحاجه وهيلبسك في الحيطه بعد كده، تمام. الاتوبيك ديرماتايتس والدراي سكين، تمام. سايكولوجيكالي انستيبل، اتهرى مانوفرز قبل كده، حرام تبقى انت فوقه كمان يعني عشان